والله انا ما قلتلوش يمشي ويسيب البيت، هو اللي سابه بمزاجه. وهو رجع بمزاجه خلاص بقى يا هدى، مش عايزين وجع قلب. ما هو مش معقول يا محمود بقى، مش كل ما يزعل يسيب البيت، انا مش عايزاه ياخد على كده، دي ما تبقاش عيشه. انت هتفضل قاعد لي كده زي عزراء الربيع؟ ها؟ ما تثبت وجودك يا اخي، انشف شويه. بص بقى يا بنت الناس، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني ده، انا ما هيكفيني فيكي غير اطمر رقبتك. مش قوي كده. عندك حق. بص يا هدى، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني دوت، انا مش هسيب البيت، هقعد معاكي بس مش هتسمعي لي حس، هتكتم خالص، هتلاقي في وشك كومه كآبه، شلتت غتاته قاعده في خلقتك عشان تقرفك طول الوقت. يعني عاجبك اللي هو بيقوله ده؟ هاتك يا تهديد كده؟ بصراحة بقى الراجل عنده حق يا هدى، ولا أنت عايزاه يطفش من البيت وينزل يدور على واحدة في الشارع، ها؟ مش عايز أفسر بقى، هتبقى عيبة في حقك. يلا سلام عليكم، أسيبكم تتصالحوا. خدوا بالكم أنتوا بتتصالحوا، ها؟ كفاية جرم العيال اللي واقف بره ده، اتصالحوا بس اتصالحوا، ها؟ بالراحة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين قلقان، قوم تعالى معايا. شيخ اقعد، أنت ما صدقت. خدي بالك من جوزك، سلام عليكم. حاضر يا محمود.